أسعد الله صباحكم بكل خير، جمعة مباركة نتمناها للجميع. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة لكن تهب الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة مع استمرار الأجواء الباردة واستمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم: يسود طقس صافي 8 درجات مئوية، الملموسة 4، رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية شرقية ناشطة، السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: طقس مستقر، إربد 11 إلى 4، عجلون 9 إلى 4، جرش 10 إلى 4، والمفرق 9 إلى درجتين. المنطقة الوسطى: العاصمة عمان 9 إلى 2، الزرقاء 10 إلى 2، البلقاء 9 إلى 4، مأدبة 9 إلى 2، والبحر الميت 20 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية: الكرك 9 إلى 1، الطفيلة 9 إلى 4، الشوبك 7 إلى 2، معان 9 إلى درجة واحدة تحت الصفر، والعقبة 22 إلى 13. أخيرا المنطقة الشرقية: الأزرق 11 إلى 1، الصفاوي 11 إلى درجتين تحت الصفر، ورويشد 10 درجات إلى درجة واحدة تحت الصفر. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.